قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن المأساة في الشرق الأوسط تمثل فشلا أخلاقيا وسياسيا للدبلوماسية الدولية التي لم تبذل جهودا كافية لحل النزاع بين الكيان الإسرائيلي وفلسطين. وأضاف بوريل في كلمته أمام المؤتمر السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي أن الجميع يدفع ثمنا باهظا لهذا الفشل، وسيزيد هذا حجم الثمن لاحقا حسب تعبيره.